ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم مع الكاكاو والكوك. بسم الله على بركه الله. دي 5 البيضات. بسم الله نديرهم في الخلاط. كاس معمر ديال السنيده، واحد قريصه د الملحه، عندي كاس ديال الزبده، نص زبده نص زيت مائده خلطين، ملعقة صغيرة د لافاني، عندي 5 د المعالق ديال المربى المشمش، ثلاثة أربعة خمسة، نزيد شويه ديال المزهر، غادي نخلط كاكاو بسنة، الكوك عندي كيلو كاكاو محمر ومهرمش، الكوك غادي تكون هذا العجينة خفيفة بسنة. أو زيد بشوية شوية، كاكاو ديالنا ارتاح واحد 5 دقايق، دير جوج خمارات، واحد شويه ديال المزهر، ونخلط لي مزهر سكر كلاصي سبيسيال. بسم الله دير على حسب، بسم الله
غادي نستمر بحال هكا. غادي نديهم الفران لتحت، فران سخون من قبل، ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله. ها المعلكه ديالنا واجده، كنقدمها لكم بالصحه والراحه. كتجي هشيشه. ما تنساوش تشتركوا في القناه، تضغطوا على الجرس باش يجيكم الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.